أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. أغنية حركت عواطف قلوب الملايين ودمعت إلها الأعين حباً وشوقاً للأمهات. حنين كبير بهالأغنية لقهوة وخبز الأم ولمستها الحنونة ووفاء لتربيتها وتعبها اللي عرفنا الحب بحضرة الأم. محمود درويش هو كاتب كلمات أحن إلى خبز أمي. إيش بتعرفوا عن محمود درويش؟ قرأت له مجموعة كزهر اللوزي أو أبعد، كمان أيام الحب السبعة برضو. حلو. الشاعر محمود درويش فيه له ثلاث إخوة ذكور وثلاثة إناث، كان هو تقريباً بالوسط. كانت لما أمه بتعطي مهمات لأهل البيت كانت بتعده مع الكبار، ولما يصير في إشي غلط بالبيت كانت تعده مع الصغار وتوبخهم، فصار في عنده شعور إنه أمه ما بتحبوش. حتى والده لمحمود درويش خجول وما كانش يعطيهم شعور بأنه يبادلهم الحب وهيك إشي، فكان محمود درويش زاد عنده أنه قناعة بأنه لا أمه ولا أبوه في تبادل للحب بيناتهم. بفترة من الفترات اندرج محمود درويش بالعمل المقاوم وبالشعر المقاوم، على أثرها اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وصار في الزنزانة. أول من زاره أمه، وقت ما شافها كانت حاملة معها الخبز حاملة معها قهوة. دخلت الأم، وقفها الجندي الإسرائيلي، أخذ منها القهوة وأخذ منها الخبز ورماهم على الأرض. بعدها دخلت الأم واحتضنت ابنها. هالإشي خلى عنده تفكير بأنه كيف كان بيعتقد أنه أمه ما بتحبوش، وضل يلوم في حاله وهي بتبكي، وهو دخل في نوبة بكاء شديدة لدرجة أنه فارقت أمه، انتهت للزيارة، وهو رجع على الزنزانة ولسه بيفكر بأنه كيف كان بعتقد أنه أمه ما بتحبوش. فكتب كلمات أغنية أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، ومن هان بدت الأغنية. فعلا كلمات كتير معبرة، وأول من غناها ولحنها الفنان مرسل خليفة، واليوم إحنا راح نغنيها برضو، بس هنعمل بينها وبين أغنية تانية راح نعمل ميكس ونجيب الأغنية كمان. حلو كتير هيك جوا أحن إلى خبز أمي. يلا هات ندندنها مع بعض. الله عليكم. طب يلا نسمعها برا. يلا 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 يلا. أحن
إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي أحن. إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي. وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي من دمع أمي. نسيم الريح قولي للرشاق لم يزدني الورد إلا عطشا. لي حبيب حبه وسط الحشا إن يشاء يمشي على خد بشا. يا نسيم الريح قولي للرشاق لم يزدني الورد إلا عطشا. لي حبيب حبه وسط الحشا إن يشاء يمشي على خدي بشا. إن يشاء يمشي على خدي بشا.